وتحقيقا لنفس لا لا الهدف لا وسيرا لا على بعد إذن. تفضل. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني هنا نتوقف قدام اللي عرضه السيد رئيس هيئة قناة السويس للمشروع اللي بيتم تنفيذه حاليا. وانا الحقيقة بتكلم فيه عشان حاجتين. الحاجة الاولانية هو ان دايما احنا كمصريين وكمفكرين ومثقفين واعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها، افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده اطلقنا، او من القاعة اللي كانت موجودة اطلقنا حفر القناة الجديدة اللي احنا افتتحناها في اغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله، وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا. طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر تمام، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها، المثال قدامكم وواضح مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا داخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني تمام. قبل القناة جديدة. تمام فندم. النهاردة احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني ست فريق وسط؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين وك عايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء، وكان الدوله دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وكأنها مش عارفه حاجه في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا، وانا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق التاني دول خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى، مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس يعني الدولة. وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجة، لا، لكن عايز اقول ان الدولة لما عملت ده بقى ليها دخل، الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناة لصالح ان هو ان احنا نحافظ على اي معدل حركة مهما حصل، نحافظ على 11 ساعة. انا بقول كلام مظبوط؟ تمام كلام مظبوط. يبقى النهاردة بقول ان انا حتى لو عدد السفن العابرة سواء من الشمال للجنوب او في الاثنين بيمروا في توقيت واحد، انا اللي بعمله دلوقتي بيديني قدرة على استيعاب التطور في حركة التجارة وفي زيادة اعداد السفن، وايضا التطور اللي بيتعمل في حجم وعمق السفن، مش كده برضه؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لينا ليه دلوقتي واحنا وقطعت على الفريق اسامه؟ ما هو الكلام اللي بيقوله هو بيشرح الموضوع، لكن اللي احنا يهمنا واحنا بنشرح الموضوع نتكلم على الحاله اللي بتتعمل معاكم يا مصريين. هم دايما واخدينكم في حته واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. مش عارفين. اللي بيتكلم في الموضوع مش حضرتك عشان بس ما اقصدش، تمام، بيتكلم علينا كلنا. تمام. ان احنا نقعد نجيب موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت عنه. لما يقول لك ايه ده مش عارف يعني التعبيرات طلعت كده، ده مش عارف ايه، مش عايز اقول التعبير اللي اتقال ما يصحش، لكن على المشروع ساعتها. طب ما تجيبوا الكلام ده
واتطلقوا اللي اتقال في الجرايد المناوئة واللي اتقال في الإعلام المناوئ واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه وقولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين يأثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم يأسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لانها لقيت فرصه بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبه كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفيه وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه ندافع عنه مش صح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال، اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشه هنا نشوفه، هو ده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف، مستهدف ان هو يأسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجه تانية غير كده، ما عندهمش حاجه غير التشكيك والاساءه وسوء. ومعلومه صغيره ممكن تكون صحيحه ويحط جنب منها اكاذيب كثيره. انا قطعتك بس انا اسف يعني يا فندم، عشان اللي بيتعمل ده النهارده، طب ده حركه المفروض ان في ركود عالمي بقى. طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده، ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركه التجاره، ومش بس كده، وتكلفه النقل عشان في الاخر يقول ايه رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناه السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناه السويس. طب هو بيدي لوزاره الماليه المستحقات بتاعتها دكتور معيد وزياده حبه، صح كده؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ اعترف يا اخي، اعترف، حاجه صعبه جدا. الدكتور معيد مهما تدي له مفيش فايده، ياخد ما بيه. يعني اقصد اقول، اتفضل يا دكتور معيد. اقصد اقول يعني كل الكلام ده هي قناه السويس، وانا بقول الكلام ده عشان في يوم جميل زي ده نشكر الهيئه ونشكر القائمين عليها والعاملين، وبنقول لكم ان مصر بتشكركم ومقدره اللي انتم بتعملوه، واوعوا تسمعوا كلام حد يسئلكم، ما تصدقوش. طب تصدقونا احنا بس؟ لا طبعا، مش هنقول بالمطلق صدقونا، لكن احنا بنحاول نكون امناء مع المصريين في كل شيء. طب نخبي عليكم ليه؟ اي حاجه بتتعمل بدراسات، بتتعمل مش احنا قاعدين ناس قاعده مع بعضها كده، لا دي مكاتب عالميه، ولا انا بقول كلام؟ طبعا تمام. كل شيء بيدرس عشان ناخد قرار نصرف على مقتضاه مليارات الجنيهات والدولارات عشان حاجه زي كده، لكن النتيجه ايه؟ طب انت النهارده لو انت خمسه وسبعه، الاثنين مليار اللي هم جم بس السنه اللي فاتت كده تمام بكام؟ ب 35 37 مليار جنيه يعني، مش كده؟ غير اللي قبله واللي قبله. انا اسف اني قطعتك يعني، بس كان مهم ان احنا نقول الكلام ده للمصريين ونقوله للاعلام، انك انت في كل مساله من المسائل اللي تم تشكيك فيها لمصر اوعى تتكلم على انك انت ايه مصر كويسه، لا 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 لا، هات اللي قالوه كله، هاتوا اللي قالوه كله وطلعوه وضحكونا على اللي قالوه، مش بيجيبوا صور وبيجيبوا كاريكاتير وكلام من هذا القبيل. مالكم خايفين تجيبوا الكلام ليه؟ ما تقولوا، قالوا علينا وقالوا علينا وقالوا علينا، واحنا كمان بنرد عليهم بالواقع بالحقائق. اتفضل.